مش ماشية لحد. بيان سور توي موا ماشيين شارع. لا 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 مش أنا وأنتي اللي غبية أوي. مش أنا وأنتي. يعني مثلا مفيش شاب في حياتي مثلا يعني متجوزين غرفي كاتبين ورقتين زي اللي بيسمعوا جوا يعني. نو نو با دي تو. أنا كاتبين كله ماجستير سي تو مسيو رمضان. طب كويس أوي أوي. يعني أنتي كده فاضية. أنا كده فاضية. شو كان مجرد سؤال يعني؟ دزولي يا دزولي مسيو رمضان أنا تعبت معي لا لا ما تقوليش كده الناس لبعضيها. أنا بدي أعزمك لجني نتغدى مع بعض. إيه يا أختي؟ أعزمك مسيو رمضان. إيه تعزميني دي هي؟ اصحي وفوقي لنفسك من أولها كده. يعني إيه تعزميني؟ دي الست اللي تمد إيديها وتعزم رمضان مبروك تبقى الدنيا خربت. بقول لك إيه اسمعيني كويس. الموضوع ده ما يتكررش تاني، ايه؟ ولما تحبي يا اختي تاكلي او تقعدي قولي لي واحنا ناكلك، هتعزمني قاعد. مسيو رمضان، ديزولي. بس ليه بتدفع فلوس؟ ايه اللي ده هي؟ عشان انا الراجل ولا الشنب دي مش مالي عيني؟ ديزولي ليه راجل يدفع ست مدفوع؟ عشان الراجل يا اختي المفروض يتكفل بالست من كفه الشيء، من اكله وشربه وسكنه وكل حاجه، عشان لما يتعزم ويناولها كف يبقى ليه عين. ليه راجل يضرب ست يا مسيو رمضان؟ ايه يا صوفي في ايه؟ اسئلتي كترت قوي. ايه دي اسئله اسئله كده كتير. ديزولي ديزولي اكسكوزي موا. ايكوت توا تو فو تعزمني غدا موا داكور داكور. شبطت في العزومه. ماني كمان السفره. اتفضلي عزيمي اتفضلي. ايه دي؟ اني هشوفك بكره بس انا لازم امشي. خد يلا نا يلا حبيبي نا يلا. والله يعني ماني عايزه امشي بس اعمل ايه؟ بس خلاص تعال بس 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 ها يا اختي حلوه. يا النهار مش فايت. لا مؤاخذه لا مؤاخذه ست هانم، يعني انت ما لقيتيش في الدنيا دي كلها غير نعمك مرات رمضان عشان تراعي شريف بيه. لا وفيها ايه يا هندا؟ البنت كويسه جدا وبتراعي الولد، وبعدين ما بقاش يعيط زي الاول، دي بتعامله كانه ابنها. ايوه كانه. يا سبحان الله. مالك يا عمدة؟ انت قلقان ليه من نعمة بالذات؟ انا مش قلقان من نعمة، انا قلقان من جوزها. رمضان انت مش عارفاه بيعمل من حبه قبه. هو رمضان عدم المؤاخذة يعني عرف انها بتشتغل هنا؟ معرفش، وبعدين مش يحمد ربنا؟ كتر خيرها بصراحة، البنت بتشتغل عشان تصرف على أمه المرمية في المستشفى، يعني المفروض يشيلها الجميل. أنا خلصت يا ست هانم، عاوز حاجة؟ شريف نام؟ نوم العواف إن شاء الله. خد يا نمت. ملوش لزوم؟ خيرك ساب؟ خد يا ازيك يا نعمة يا بنتي؟ ازيك يا سنة العمدة؟ طمنيني يا بنتي، الحاجة أم رمضان عاملة إيه دلوقتي؟ ربنا معاها، هو اللي جرالها دي جرالها من إيه؟ ما هو من الظلم والإفتري. أنا ماليش دعوة يا نعمة يا بنتي، هو أي حاجة تحصل لكم تمسحوها فيي؟ طب عليا الطلاق بالتلاتة، أنا عملت البدع، فضلت رايح جاي رايح جاي على شركة الغاز عشان ما تهدش داركم ما مكنيش. كتر خيرك، كتر خيرك يا سيدنا العمدة. أهو برضو ربنا فوق الكل. سلام عليكم. سلام يا ست هان. عليكم السلام. أعوذ بالله، لسانها فرق لي ما هي طالعة لجوزي. رمضان الزفت. تحطي الكزبرة اللي بيها تقليبة واحدة على النار، ولما تحطي في الفرن ودقي وروحي حاطة عليها التوم ودقي دقي لما ينعموا كده. مساء الخير يا معلم. يسعد مساكي يا اختي. ازيك يا ست الكل؟ كويس بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يا اختي حلوة، شفتي بقيتي حلوة ازاي؟ عشان ماشية على العلاج مظبوط. يلا بسم الله. خدي. انا ماليش نفس كده برضو تكسفيني يا ام رمضان؟ طب يا رب ربنا ياخدني لو ما قتلتي. ما تدعيش على نفسك. طب خدي منها يا اختي، خدي بقى وتعشي. مالك؟
مالك يا نعم؟ اصلا عملت حاجه النهارده مش ولا بود، وبعدين مش عارفه اذا كنت حلال ولا حرام. عملت ايه يا بيت؟ وانا بحمل الواد الصغير ابن مدام مشيره ايه؟ وقمت لقيته متشعلق فيي وعاوز يرضع مني. قمت انا ما درتش بنفسي ورحت مرضعاه، وبعدين جيت اديله البزازه ما رضيش ياخدها مني. يو ايوه. وهي ما بترضعوش من صدرها؟ لا، الوليه ده هي بتحط له اللبن بتاع البلاد بره في البزازه وترضعه له. يو هو ده ينفع؟ يعلم ربنا يا ام، انا حبيت الواد ده زي ما يكون ابني بالظبط. اي والله، وببقى ملهوفه وطايره من الفرحه وانا رايحاه. ربنا يرزقك انت ورمضان بالعيل اللي نفسكوا فيه يا رب. ايه دي انت يا بنت يا صوفي؟ فوق يا بنت. صحيح يا ابني، صحيح. فوقي ده امتحان. صحيح صوفي. انا بقولك صحيح، مش حاسه عليها. ايه الكلام الفاضي ده؟ هو فوقي يا اختي، فوقي. مالك النهارده طفحه ايه؟ مسي رمضان انا مانجي اون يوم. ايه؟ مسي رمضان هي اليوم اكلي بصل، عشان هيك بصل. ايه وبتاع ايه؟ ما كلنا واكلين بصل. يلا ركزي في الامتحان عشان اعرف مستوى كل واحد فيكم. وانا حددت الدرس ده هو اللي هو مصر في عيون الفرنسيين، عشان اعرف انطباع كل واحد فيكم، مع الاعتبار ان مصر ام الدنيا. البصل قال. ما كلنا واكلين بصل وبنشتغل زي الحصيني. مسيو مسيو. ايه في ايه؟ في ايه؟ عايز ايه مني؟ انا نهايه الامتحان. نهايه؟ طب حط الورقه هنا وامشي. روح بس. روح. ايه دي؟ الواد ده بيصحيني بطريقه عجيبه. المرات اللي اسمها مرات اللي هي نعمت ما بتصحينيش بالطريقه دي. يعني يا ساتر يا رب. سيو رمضان. ايه؟ انا اسف اسف. ايه في ورقتك دي؟ يلا يا سيدي. سيو رمضان في شغله حاب احكي معك فيها. خير؟ شغله هيك صغيره يعني، مشان عايز ايه يعني؟ في هيك كم بدله حلوين، هيك فيرزاتشي، بيير كاردان، ارماني، حب هيك يعني تغيير شكل باللبس مشان حضرتك. هديه يعني؟ اسمع يا بيير، اسمع اللي بقول لك عليه. درجتك حسب مستواك هتاخدها، يا تسقط يا تنجح. لكن انا لا باخد بدل ولا رشاوي، وبالنسبه للبدل انا فرنسا كلها بتتحاكى وتحكي عن لبسي. رئيس مجلس محلي بتاع باريس سأل امبارح الاستاذ رمضان بيجيب جزمه وقمصانه منين؟ فتيجي انت عشان الدرجه تديني بدل؟ بدل ايه؟